السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. السادة الرؤساء، السادة المدعوون، أيها المواطنون الأوفياء، أثمن عاليا تلبيتكم دعوتي وتجشمكم للعناء من أجل حضور حفل إعلان ترشحي، وأشكركم جميعا على ذلك. أشكر المدعوين الرسميين وضيوف الشرف الذين شرفوني بحضورهم. أشكر المشرفين والمنظمين والعاملين الذين لولاهم ما كان هذا الحفل. أشكر المنعشين والأدباء والفنانين والموسيقيين الذين واكبوا بأدبهم الجميل وفنهم الراقي هذا الحدث. أشكر الصحافة الوطنية والدولية والمدونين الذين جاءوا لمواكبة هذا الحدث والتفاعل معه، وأشكر كل الشكر هذا الحشد المهيب من المواطنين والمواطنات الأوفياء الذين أتوا من كل حدب وصوب ليعبروا عن دعمهم لي ومساندتهم لي. وفي طليعتهم الشباب، طلب هذه الأمة النابض وأملها في التغيير. كما أشكر شكرا خاصا النساء اللاتي يكافحن جنبا إلى جنب الرجال من أجل غد أفضل. وأشكركم جميعا من خالص قلبي. أيها الموريتانيون، أيتها الموريتانيات، مواطني الأعزاء، بانديرابي غوركو إدبو مودو إستوكالي ماريمو يوغوندو ياغيري لمينيندو خيرسي مبوكي ماك أكندو غور أنديغان. تقف بلادنا اليوم على مفترق طريقين لا ثالث لهما، فإما أن تستمر في التردي في مهاوي الأحكام الفردية وما تحمله من سوء تدبير وتخطيط وما تكرسه من غبن وفقر وتفرقة، وإما أن تتجه نحو بناء دولة القانون والمواطنة والعدل والنماء. مواطني الأعزاء، إنني أتوجه إليكم في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ بلادنا، وكل ثقة بأنكم تشاطرون المرارة تجاه الأوضاع المزرية التي تعيشها بلادنا، كما تشاطرونني العزيمة والأمل في فتح آفاق جديدة يتنفس فيها المواطن نسيم التقدير والمساواة والكرامة، وينعم فيها بخيرات بلده الوفيرة، ويطمئن فيها للعدل والإنصاف، ويحس فيها بالاعتزاز لانتمائه لبلد يضمن له حقوقه ويزيد فيه ذاته. إنه من المؤلم حقا أن نرى دولا وشعوبا من حولنا أقل مقدرات منا تبني وتتقدم، بينما نراوح نحن مكاننا في دائرة التأخر والفقر وسوء الحكامة. إن شعبنا يختزن من قوة الإيمان ومن رصيد الحضارة والقيم ما يؤهله لأن يتوق إلى العلا وأن يطمح إلى تبوء مكانة مرموقة
بين الإخوة والأشقاء، كما أن بلادنا تزخر بالخيرات والخبرات التي إذا ما أحسن تدبيرها يمكنها إسعاد جميع مواطنينا. لقد خطت موريتانيا خلال المرحلة الانتقالية 2005-2007 خطوات هامة وعبر إجماع وطني غير مسبوق على طريق إرساء ديمقراطية حقيقية وانتهاز حكامة رشيدة وحل القضايا المتعلقة بالوحدة الوطنية، إلا أن هذا المسار سرعان ما تم الالتفاف عليه من طرف من يحاولون اليوم أن يغرسوا في أذهاننا الاستسلام واليأس والعجز، وأن يهمنا بأن طريق التغيير مسدود. مواطني الأعزاء، لقد خدمت بلدي من مواقع عديدة مكنتني من اكتساب تجربة معتبرة ساهمت خلالها بصدق وإخلاص في إدارة أزمات مصيرية وإنجاز إصلاحات جوهرية، وقد قررت متكلا على الله العلي القدير ومعولا عليكم لما أتقاسمه معكم من تطلعات عميقة نحو مستقبل أفضل لوطننا. لقد قررت أن أعلن ترشحي لرئاسة الجمهورية وأن أضع تجربتي وخبرتي وكل ما لدي من إمكانات في خدمة شعبي ووطني. مواطني الأعزاء، إنني أمد يد العهد والوفاء إليكم جميعا، إلى أولئك الذين أحيي فيهم روح الوطنية والتضحية، حيث ناضلوا وما زالوا يناضلون من أجل الدفاع عن مصالح هذا الشعب ورفعة هذا الوطن. إلى الشباب، إنني أمد يد العهد والوفاء إلى الشباب الذين سدت أمامهم أبواب الأمل مع غياب التعليم الناجع وفرص العمل المناسبة. إنني أمد يد العهد والوفاء إلى النساء المربيات لأجيالنا الطامحات إلى تبوؤ المكانة اللائقة بهن في مجتمع الرقي والبناء. إلى أولئك الذين عانوا وما زالوا يعانون من العبودية ومخلفاتها، إلى كل من يعيشون مرارة الظلم والتهميش والغبن، إلى من اكتووا بنار المظالم التي خلفت إرثا إنسانيا لا ينبغي التمادي في السكوت عنه، إلى من أثقلت كواهلهم الضرائب المشحفة والأسعار الملتهبة، إلى المنمين والمزارعين الذين نفقت مواشيهم وتدنت محاصيلهم بسبب إهمال الدولة وتجاهلها لمآسيهم، إلى من يئنون ويقضون على أبواب المصحات والمستشفيات بسبب الأدوية المزورة ورداءة الخدمات وغلائها، إلى الموظفين والعمال والمتقاعدين الذين تتراجع قدراتهم الشرائية بفعل تدني الأجور وغلاء المعيشة، إلى من يؤرقهم الخوف على أرواحهم وممتلكاتهم وشرف بناتهم بسبب انعدام الأمن وانتشار الجريمة والحرابة، إلى قواتنا المسلحة وقوات أمننا الأشاوس حماة وطننا المرابطين على ثغورنا، إلى أبنائنا الذين أرغمهم ضيق الحال وشظف العيش على الغربة والابتعاد عن الأهل والوطن. مواطني الأعزاء، ليست الوضعية المزرية التي تعيشها بلادنا قدرا محتوما
بل هي واقع فرض على شعبنا، ونحن من سيغيره بإذن الله بفضل تضامننا والتفافنا حول الخيار الأفضل، الخيار الذي أدعوكم إليه من أجل بناء موريتانيا التي نطمح إليها والتي تسعنا جميعا. موريتانيا العصرية المتأصلة في تراثها الإسلامي السمح وفي حضارتها العربية الإفريقية الثرية. موريتانيا المحكومة بدولة القانون والمؤسسات، موريتانيا الغيورة على استقلالها وسيادتها، موريتانيا التي تستمر في بناء جيش جمهوري قوي ومهاب، موريتانيا العدل والأخوة والمساواة، موريتانيا الوفاق والتسامح والتعاضد، موريتانيا التي تكفكف دموع المظلومين وتضمد صروح المكلومين، موريتانيا التي تضمن التعليم، موريتانيا التي تضمن التعليم والصحة والرياضة وفرص الشغل، وتهتم بالشباب وتبني المدرسة الجمهورية التي تحتضن جميع أبناء الوطن، موريتانيا التي تعتني بالمواطنين وتوفر لهم الاحترام قبل كل شيء وظروف العيش الكريم، موريتانيا التي تحسن من ظروف العمال والموظفين والمتقاعدين وتولي عناية خاصة للمدرسين والأطباء والممرضين، موريتانيا التي تضاعف الرواتب وترفع الحد الأدنى للأجور، موريتانيا التي تضمن شفافية ثرواتها الطبيعية والاستخراجية واستفادة مواطنيها من عائداتها الخاصة، خاصة ذروة الغاز الواعدة، موريتانيا التي تعطي المرأة حقوقها وتشركها في مراكز القرار، موريتانيا التي ترفع من شأن العالم الريفي وتثمن منتجاته وتعتني بتراثها وصناعاتها التقليدية، موريتانيا التي تحمي جالياتها في الخارج وتوفر لهم ظروف العودة والاستثمار في وطنهم، موريتانيا التي تضمن التنمية المتوازنة وتمارس التمييز الإيجابي وتوزع الخيرات بعدل وإنصاف. مواطني الأعزاء، ليست موريتانيا غنيمة تتوارث، وليس شعبها خولا يمتهن وتتحكم في مصيره إرادة فرد أو جماعة، لقد آن الأوان لأن نخرج من ربقة الأحكام الفردية وتحكم المصالح الضيقة. إنني أدعوكم وكل ثقة بالنصر إلى تكاتف الإرادات الراسخة والنيات الصادقة والجهود المثمرة من أجل هبة وطنية شاملة وقودها الغيرة على الوطن والوعي بالمسؤولية المشتركة تجاه واقع شعبنا ومستقبل أجيالنا الصاعدة. إن الظرف التاريخي الراهن يشكل فرصة سانحة لإحداث تغيير مبارك ستنتصر من خلاله إرادة هذا الشعب وتتحقق آماله. إنه موعد مع التاريخ سينقشع فيه ليل اليأس والخوف والجمود، وسيسرق فيه صبح الأمل والخير والنصر بإذن الله. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.